السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أقدم لكم ماسك للبشرة ويفيد خاصة بهذا الجو البارد وراح ينفعكم هواي. هو ماسك السدر، أوراق السدر المطحونة، فنحتاج ملعقة ونص من أوراق السدر المطحونة المجففة وملعقة ونص من الحليب الباودر، وراح نخلي لهم شوية مي لحد ما يصير القوام متجانس. هذه هي أوراق السدر، فنطحنها من بعد ما نجففها، وموجودة عند العطار. بس تسألونه عن أوراق السدر راح يعطيكم كمية، يا أما مطحون ينطيكم أو أنتوا تطحنوه بالبيت، وتقدرون أنتوا همين تاخذون يعني الفريش من السدرة وتجففوها على إيديكم، يعني شيء نظيف ومرتب وتطحنوها. فهنا نضيف المي تدريجيا لحد ما تصلون لهيج قوام. طبعا ان شاء الله بنهاية الفيديو راح تشوفون ملخص عن فوائد هذا الماسك. يفتح البشرة، يشد البشرة بنفس الوقت، يزيل البثور والرؤوس السوداء اللي تصير بالبشرة والدهون، وبنفس الوقت جدا مفيد لحب الشباب، بمادة معقمة تفيد للبشرة. طبعا لما نخليه على الوجه، بما انه شوية بيه خشونة، فمن بعد ما ينشف نقدر ندلكه لحد ما يعني نطلع من عند البشرة الجلد الميت او المشق، احنا نقول هيجي، خاصة بهيجي جو البشرة تكون جافة وتحتاج الى مرطبات. هو بنفس الوقت همين يرطب البشرة، من بعد ما ينشف نسوي له هذه الحركة لحد ما تشوفون إن شاء الله الفايدة بيه. فأتمنى تشاركون هذا الفيديو بين الأصدقاء، ويا ريت لايك إذا أعجبكم الفيديو. فخلينا نشوف ملخص من فوائد هذا الماسك. في أمان الله.